الأسئلة التي أتكلم فيها لمن لم يشاهدنا من قبل في هذه السلسلة تسمى عين الإدراك. عين الإدراك، ومعنى عين الإدراك يا سادة يا كرام يا سادة، أن المراجعة للعمل العلمي مسؤولية تحتاج إلى إدراك حقيقي وإلى ذهن حاضر وإلى قلب حاضر، ولا تحتمل وجود أخطاء. خطورة عين الإدراك لاستدراك ما فات. هذا عنوان درس الليل. مؤكد أن العنوان عندما يكون جديدا على مسامعكم يستلهم مشاعركم ويوحي لكم بالندرة، وكلما كان الموضوع نادرا شد الناس إليه. العنصر الأول: الآثار السلبية للأخطاء الكتابية. خذ عندك الأخطاء الكتابية، هي الأخطاء المطبعية، هي الأخطاء النحوية، هي الأخطاء الإملائية. ثلاثة مهمين جدا: مطبعية، نحوية، إملائية. وطبعا في أخطاء تركيبية، وفي أخطاء في الصياغة، وفي أخطاء في سلامة اللغة. يعني عندنا عشرة أنواع من الأخطاء الكتابية. بصراحة المراجعة إذا لم تكن دقيقة والذهن غير حاضر في الكتابة تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. يعني براجع رسالة لإحدى بناتنا، وهي بنت يعني، فكتب في الشكر: كما أدعو لزوجتي. يعني عين الإدراك صفر. لا تقل لي أخطاء مطبعية. لا اسمع، أنا آسف والله، أنا أحاسبك على أن المادة لا تخرج للناس من مرحلة الضباب إلى مرحلة التحكيم عليها إلا إذا رجعت مرة واثنين وثلاثة وأربعة. هو بيحصل حاجة من الأخطاء بكل أنواعها بتكثر في آخر الرسالة، في الملاحق، في المراجع، في الفصل الرابع، في الفصل الخامس، وبعض الكليات في الفصل السادس، لأن الباحث يكون قد أرهق وركز واهتم في الفصل الأول والثاني والثالث، فلما أتى للرابع أصابته نوبة الغفلة، وصار مترنحا تعبانا مرهقا. ترى هل هذا يغفر له؟ لا والله، لكن أنا بفسر يعني، أو بأعطي تبريرات عن كثرة الأخطاء في آخر الرسالة. طب إذا راجعت فضيلتك مقدمة الرسالة الفصل الأول فوجدته كله أخطاء، الفصل الأول
أي أن الباحث أو الباحثة لم يهتم بالمراجعة الآنية، وعين الإدراك في أجازة ذهبت إلى المصيف أو ذهبت إلى المشتى إذا كنا إذا كنا في الشتاء. أحيانا عندما أراجع بعض الرسائل لأبنائنا بأستدرك في الصفحة الواحدة أكثر من 30 خطأ، وهؤلاء لغة عربية ودكتوراه. فقل لي بربك ما تفسير ذلك؟ التفسير واضح، إن عين الإدراك في أجازة، في أجازة، في حالة خمول. الباحث عنده عينان بيراجع بعين واحدة، عنده يدان بيستخدم يدا واحدة. ممكن يسمى بالإفلاس الفكري، بالإفلاس المعنوي، نعم، بالابتعاد عن مرحلة التوهج، نعم، بالدخول في مرحلة الانطفاء، نعم. يعني يعني الآثار السلبية للأخطاء الكتابية تؤدي إلى نفور القارئ. بصراحة طب في حتة حلوة، طيب نوعية البنط الذي يكتب به الكلام، هذا كتاب أهدي إلي اليوم فيه شغل عظيم جدا، والكاتبة عملت عمايل ممتازة، لكن شوف الخط عامل ازاي، شوف الخط عامل ازاي، شوف الخط عامل ازاي، الخط مضغوط جدا 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 بصورة توحي لك سلمك الله وأحبك ان انت لكي تقرأ هتتعب وتحتاج الى قطرة لعينيك او لن تكمل. انا شخصيا ما بصراحة لم استطع اكمال صفحة واحدة بصراحة. يعني طبعا الكلام الضيق بيولد الاخطاء، الكلام الضيق بيولد الاخطاء، ومن هنا لازم الكلام يكون مكتوب ببنط واسع، ببنط مريح للدنة، مريح للقارئ، مريح للباحثين بعد هذا. وكلما شوف 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 وكلما كان الخط واسعا وكبيرا استطعنا التوصل للأخطاء. وهذا الموضوع ممكن نتناوله في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، تأثير نوعية الخط والتنسيق في المادة العلمية، تأثير نوعية الخط والتنسيق، تأثير نوعية الخط والتنسيق في المادة العلمية. المقطع الثاني أو العنصر الثاني، النواحي الإيجابية لاستدراك ما فات. يعني ممكن يكون في أخطاء، أخطاء في المادة العلمية، نعم، أخطاء في اللغة، نعم، أخطاء في الاقتباس، نعم، أخطاء في الطباعة، نعم، ولكن عندما تراجع بدقة وتراجع بحذر، بدقة وبحذر وبحذر وبدقة، ستكاد تكون الأخطاء
شبه منعدم ولن تكون منعدم إلا فيما نضر. العوامل الذهنية عند الباحث بتؤثر في المراجعة، يعني عامل مشكلة مع زوجته أو مع حماه أو مع جاره بتأثر في المادة العلمية، بتأثر جدا. يعني يا أستاذنا، يعني من أراد أن يراجع لنفسه أو لغيره لابد أن يكون ذهنه متألقا وحاضرا، لأن كثرة الأخطاء تشوه المعنى وتقطع المعنى وتقطع تسلسل المعنى، وقلة الأخطاء بتعطي راحة للصدر وراحة للعينين، والقارئ يقرأ وهو مستمتع، والله العظيم مستمتع. ولماذا لا يستمتع؟ عندما تكون الأخطاء بحجم كبير يؤدي إلى تفلت المعنى وعدم وضوح المعنى. يعني في نواحي إيجابية، إن أنت بتقرأ كتاب ليس به أخطاء، فالكتاب بيشدك حتى تفرغ منه وأنت مستريح، والبنط كبير والكتابة حلوة والكتابة منظمة، واخد بالك، وكل حاجة. هناخد نماذج، مثلا هذا كتابنا اسمه النقاء والبقاء. النقاء والبقاء هتلاحظ، شوف الخط عامل ازاي، مريح والكلام متشكل والكلام مضبوط والكلام حلو والكلام جميل، يعطيك رغبة في الاستمرار في القراءة، وانت شوف منسجم وفي منتهى الراحة النفسية. خلي الكاميرا معي، كتاب هو برضو عن الصلوات المحمدية. شوف الخط عامل ازاي، شوف ترتيب الخط، شوف كبير ازاي وحلو ازاي، شوف بسم الله ما شاء الله، حاجة تفرح. كتاب آخر برضو عن الأذكار، شوف الخط عامل ازاي. كلما كان الخط كبيرا ومنظما ومنسقا بيعطينا راحة ذهنية عالية جدا. وهذه نواحي إيجابية. ما أنا لازم كباحث أكون ذكي وأكسب القارئ. طب نكسب القارئ ازاي؟ نحاول نخلي الكلام واضح ومفيش فيه اخطاء. هو انا يا استاذ هصلح لك الاخطاء ولا اقرا؟ هو انا هصلح لك الاخطاء ولا احكم على الماده العلميه؟ هو انا مراجع لغه ولا مشرف ولا استاذ ولا مناقش؟ يعني المفروض الماده تطلع من عند الباحث الاخطاء اللي فيها نادر، وإذا لم تكن نادرة يبقى المادة العلمية فيها ضبابية صحيح وعدم وضوح. المقطع الثالث رقم 3، خطورة عين الإدراك استدراك ما فات، مهمة جدا. إذا لم يكن الباحث عنده عين إدراك لا يستحق الدرجة العلمية، اكتبها عندك، خدها واعملها في الإنترنت وفي كل حتة، على لسان أحمد عبد عوض خادمكم. إذا لم يكن الباحث عنده عين الإدراك
فصل عليه صلاة الجنازة. إن عين الإدراك بتعتبر جرس إنذار يقول له خلي بالك أنت عندك هنا مشاكل، خلي بالك أنت عندك هنا مشاكل، خلي بالك أنت عندك هنا مشاكل، أنت عندك هنا مشاكل. وكلما زادت هذه المشاكل التواصل العلمي بينقطع. ليه؟ إن عدم المراجعة وعدم وجود عين الإدراك يجعل الكلام مفككا ليس مترابطا. كارثة، كارثة كبيرة. وعدم ترابط الكلام معناه إن الفكرة غير واضحة، مشكلة. ومعنى هذا إنه عدم المراجعة الدقيقة بيزود في حجم الأخطاء ويقلل في حجم الفائدة. يبقى في النهاية الكلام ده لا يصلح أن ينشر ولا أن يفهم وهكذا. يبقى احنا في حاجة إلى فريق عمل يراجع. أنا دايما أقول مثلا للباحثين عندي كلما ليس لها كلما، كلما من غير كلما. يعني ما أقول إيه، كلما أنجزت عملا لا أقول كلما تاني. والكلام ده أنا محفظه للباحثين عندي. بالأمس وأنا براجع لإحدى الباحثات تقول لي كلما كلما، لأنها ما رجعتش. قلت لها فين عين الإدراك؟ ألم تقرأي قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله؟ لم يقل كلما أوقدوا نارا للحرب كلما أوقدها الله، ما حصلش. وهذا الكلام بيمر علينا كتير كتير كتير، لكن عين الإدراك معطلة. أنا بقول للباحثين عندي في السمنار التخصص لا تقل حيث أن، جريمة كبيرة. حيث إيه، حيث إيه، ورغم هذا أراجع وراهم حيث أن 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 أن. ليه ما رجحش؟ ما رجحش. دي بقى خطورة عين، خطورة إيه؟ عين الإدراك لاستدراك ما فات. إن عدم وجود عين الإدراك لاستدراك ما فات يجعل الأخطاء متزايدة في أمور ثابتة. بعد ما قول القول، بعد ما قول القول قال فلان أن، غلط. قال فلان إن، قال الله إني، إني مش أني، قال الله إني. بعد ما قول القول إني منزلها عليكم. كلام حلو، كلام جميل. طب لماذا تأتي الأخطاء رغم أن أنا محفظ الباحثين عندي هذا الكلام؟ لا يصح عطف المصادر. أنا براجع رسائل كل صفحة عطف مصادر، عطف مصادر، عطف مصادر. ليس لعدم وجود مادة علمية، لا، ولكن لعدم وجود مساحة إدراكية كافية تضمن لنا التغلب والتغلب والتغلب على الأخطاء. لأن هذه الأخطاء إذا تكررت فإنها مفسدة وتفسد المعنى وتعطل المعنى تماما 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 تماما. يبقى خطورة عين الإدراك إن عين الإدراك شيء أساسي لا بد منه، وإذا لم تكن حاست التقاط الأخطاء موجودة معنى هذا أن الباحث محتاج يأخذ دورات في المراجعة. إزاي يراجع، كيف يراجع، كيف يراجع، كيف يراجع، وهكذا.
المقطع الرابع الغفلة، الغفلة عن عين الإدراك تؤدي إلى المهلكات. يا سلام، صح لسانك فعلا. الغفلة عن عين الإدراك جريمة، الغفلة عن عين الإدراك جريمة. ليه؟ لأنك إذا لم تكن مدركا أن المادة العلمية تحتاج على الأقل إلى 10 مراجعات مرة ومرة ومرة ومرة، وكل مرة ستخرج أخطاء لنفسك عن نفسك. ده الواحد بيكتب رسالة 5 سطور SMS ويعطيها لحد لكي يرسلها، وبعدين أراجعها على الجهاز ألاقي فيها أخطاء، وبعدين أقول له إزاي الكلام ده؟ يقول لي يا أستاذ نمار الخطأ في النص نفسه. إذا كان الواحد بيكتب رسالة نصية 5 سطور ويخطئ فيها خطأين، طب اللي بيعمل بقى رسالة قد كده قد كده، هو لازم يطلع أخطاء، لازم ورا نفسه. وإذا لم يراجع الأخطاء بتثبت، تتكاثر، تتداعى. والواحد لما يقرأ لنفسه ويراجع لنفسه، هذه مرحلة من الدقة، مرحلة. لكن التميز أنك لا تراجع لنفسك في المراحل الأخيرة للرسالة. لازم 2 يراجعوا معاك، لازم 3 يراجعوا معاك، لازم الزوجة تراجع معاك، لازم الأخ يراجع معاك، لازم 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 لازم. إذا لم يكن من الله عون للفتى فقد يجني عليه اجتهاده. المفاهيم السلبية لا تنفع في العمل العلمي. يعني ما فاهم سلبية؟ كبر دماغك. ايه يعني احنا غلطنا في البخاري، من تحسن من غيرك، دي كلها مفاهيم سلبية وخطيرة جدا 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 جدا. ودائما كلما ألفت العين الكلام فإن مساحة الأخطاء كثيرة، وكلما هجرت العين الكلام فإن مساحة الأخطاء تقل وتقل وتقل وتقل. ولأجل هذا درس الليلة درس خطير 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 خطير. ليه؟ لأن الإنسان إذا رجع شيئا وتفلت منه للوهلة الأولى لن يبقى الكلام راسخا في ذهنه ولا في قلبه ولو راجعه 1000000 مرة. يا سلام، يبقى إذن أنت في حاجة إلى من يقرأ معك في المراجعات الأخيرة، لأن العين عين الإدراك ألفت الكلام، فأصبح الكلام مألوفا والأخطاء أصبحت مألوفة. خلاص أنت فعلت ما عليك، يبقى أنت في حاجة إلى آخر أو إلى آخرين يعطون هذا الكلام ثقلا وقوة ورصانة. انتهى وقتنا ولم ينتهي حبنا. موضوعات جميلة بصراحة، وتمنيت أن أسمعها من غيري، وشاء الله تعالى أن تنقل إليكم عبر البث المباشر. بكل حب وتحية للمهندس محمد أسامة
المشرف على القناة التعليمية، ومعه الشيخ محمد السيد الذي يمده بمناقشات الرسائل التي لم تكن موجودة. الآن القناة التعليمية عليها جميع الرسائل التي تمت مناقشتها ما عدا المناقشة الأخيرة التي أذيعت بالأمس. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.